السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتعلم إزاي نقدر نفتح أي هاتف بدون باسورد أو نقش لو نسينا النمط أو كلمة المرور، والطريقة دي تنفع للاتنين عادي جدا بطريقة سهلة وبسيطة وبدون فورمات أو روت وبدون فقد أي صور أو أي فيديوهات. جربها مع أصدقائك، وطريقة سهلة وناجحة جدا 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 وهتفيدك بشكل كبير جدا جدا جدا. اول حاجة هندخل النقش او الباسورد زي ما احنا شايفين كده، هيبدأ يقول لي النقش خاطئ او كلمة المرور خاطئة بالشكل اللي قدامنا ده. بعد كده هنبدأ نخش على حاجة اسمها مكالمة الطوارئ، وهنبدأ نكتب الكود ده، والكود ده مهم جدا جدا جدا، هيفتح لك الموبايل بدون النقش او الباسورد. جربه مع اصدقائك هتلاقي الكل بيستفيد، وطريقة ناجحة جدا جدا جدا، وجربها بنفسك. اول حاجة هنبدأ نضغط على شباك 1 7 4 6 زي ما احنا شايفين كده، 4. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، وما تنساش رأيك في خانة الكومنتات، يهمني جدا جدا جدا. وياريت نشير الفيديو ده لكل اصدقائنا ولكل اصحابنا علشان الكل يستفيد، وعلشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن. وبناء على طلب حضراتكم في الفيديوهات الاخيرة، في فيديوهات هسيبها لكم في صندوق الوصف اتطلبت في الفترة الاخيرة، ولكن جرب الفيديو ده لاني الطريقة دي اتطلبت بشكل كبير جدا 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 في الفيديوهات اللي فاتت، فياريت تجربها وتشيرها لكل اصدقائك ولكل اصحابك علشان الكل يستفيد. 6 9 8 زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح، وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. 8 5. وبشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة في الفيديوهات الاخيرة، بشكركم جدا جدا جدا، وبسعيد جدا لما حد يقول لي الطريقة نجحت معي. 1 4. وبشكركم على تفاعلكم في فيديو كيفية شحن الهاتف بدون شاحن، فيديو عامل نجاح باهر جدا، ياريت تشوفوا هتستفاد منه بشكل كبير جدا جدا جدا. 8 7. اهم حاجة تكتب الكود ده بشكل صحيح، وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. وفي بعض الاحيان الطريقة دي بتشتغل من تاني مرة، في بعض انواع الموبايلات الطريقة بتشتغل من تاني مرة، يعني لو اشتغلت معاك من اول مرة عادي جدا، لو اشتغلت من تاني مرة مفيش اي مشكلة. 7 4. ستة خمسة. والعلم بقرأ كل الكومنتات وبعمل عليها كمان قلوب، وبشكركم على كلامكم الجميل ودعمكم المستمر. 5 8. اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح، وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. 7 5. أربعة.
تلاتة ستة واحد أربعة تلاتة ستة أربعة تمانية. ما تنساش لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، وفي فيديو مهم جدا 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 هنزله في الفترة اللي جاية هيفيدكم بشكل كبير جدا جدا جدا. وللتأكيد ان الكود ده في بعض الاحيان بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يشتغل من تالت مرة. تمانية تسعة، وهنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نعمل اعادة تشغيل الموبايل مش ايقاف تشغيل. والكود ده لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. لو الكود ده ما نسيبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. سلام.